في وعي. لسه كنت بقول لك في وعي، الناس عندها وعي وعارفه هي جايه في رساله هتقدمها. طب ما نتكلم على حضور الجمهور بصراحه، يعني ايه اللي مانع حضور الجمهور بصراحه؟ ما انا طرحت الموضوع زي ما قلت، يمكن انت متابع. اللي مانع حضور الجمهور بصراحه هو الخلاف اللي موجود بين جمهور نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. خلاص ما يجيش جمهور نادي الزمالك. ده الخلاف الاساسي، الجزئيه الاساسيه اللي موجوده اللي مانع حضور الجمهور. لكن جمهور النادي الاهلي ملتزم في مبارياته، جمهور المنتخب ملتزم في مبارياته، جمهور نادي الزمالك ملتزم في مبارياته حتى لما خسر نهائي البطوله باستثناء مباراه اهلي طرابلس. استاذ ابو المعاطي، ايه علاقه رجوع الجمهور بالربط؟ لان الوزير خايف. الربط بتاهل كاس العالم. بص لا لا بص، الوزير خايف وكل ده كلام نصب. قلت التاهل لكاس العالم ده كلام نصب، هيجي لك بعد شويه يقول لك ده ما حصلش. طالما هو رئيس نادي الزمالك موجود وما زال الخلاف موجود بينه وبين جماهيره، لن تعود الجماهير. وده لان الوزير لا يهتم بالقضيه بهذه القضيه بشكل ايجابي. هو بس كل مره ارجع لكل تصريحاته مع مباراه المنتخب هيقول لك بعد المباراه ديت هنفكر في عوده الجمهور، بعد المباراه دي هيرجع الجمهور بشكل مش عارف ايه. النهارده بقى عندك قانون يحدد الواجبات والمسؤوليات، طبق القانون. الجمهور يحضر وانت صرفت مئات الملايين على تجهيز الملاعب بعد حادث بورسعيد بالاسوار وعملت كاميرات وقلت اجهزه بنقف على طول والجمهور بيخش التمرين مفيش اي حاجه. انت النهارده جهزت كل ملاعبك بالكاميرات وبكل الدنيا على، وقلت كده بالنص كده، قلت ان الجهه السياديه هي المسؤوله عن تركيب الكاميرات ومتابعه الجمهور، وان لو في واحد بيشتم او بيقوم بفعل خارج من الجمهور هتجيبه. اذا طبق القانون، وعندك القانون الرياضه اللي طلع ده طبقه. الجمهور يحضر باحترام وادب وشياكه، وزي ما عمل النادي الاهلي اللي هي تذكره الجمهور ديت الانديه تعملها. خلاص معروف هو مين، خلاص معروف فالانديه تعملها. لكن اللي بيجيب الوزير، الوزير يا محمد اللي بيخاطب الوزير لا يوجد عنده رغبه في اتحاد الكوره، مش عارف حاجه. طالع امبارح بيتكلم بيقول ان عشان كده الاهلي جاب الوفاه الامنيه من العصر. بص انا ما بتكلمش على مسؤوليه، ثانيه بس، انا بشوف الحاله اللي احنا وصلنا لها. ثانيه واحده، احنا هنرجع لك في الحته دي. فاروق الموضوع ده مهم جدا، مستفزين بامانه، هنرجع لك فيها. بس بس كمل استاذ ابو المعطي. المسؤول السياسي اللي هو يقدر يطرح الامر في مجلس وزراء ويناقشوه بجديه وعلى مستوى سياسي محترم هو الوزير. اذا الوزير لو هو مش مرعوب من رئيس نادي الزمالك، مش خايف من رئيس نادي الزمالك، ها هيناقش الموضوع بجديه. لكن هو مش خايف من صدام الجمهور مع رئيس نادي الزمالك. هو الجمهور اللي محبوس بتاع نادي الزمالك ده اتحبس ليه؟ مش عشان استفزاز رئيس نادي الزمالك ليهم؟ ماشي. فبالتالي انت بتستفز. لا كمل كلامي، احنا بس يعني احنا كمل كلامي، عايزين نتكلم في الحته في الشأن يعني جمهور النادي الاهلي وموضوع النادي الاهلي. عاوز اكمل كلامي بعيد عن القصه. جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك او جمهور منتخب مصر او جمهور الاسماعيلي او الاتحاد او اي فرقه كائنا من كانت، النهارده في قانون يتطبق على الكل. الناس تحضر باحترام، في سيستم يتعمل، اللي يغلط يتحاكم ويتحاسب. طيب احنا معانا زميلنا امير هشام ومعاه لقاء مع